أستاذ عزة، راح يتم تسجيل هذه المحاضرة صحيح؟ صحيح يا أستاذ. خلاص بكرة ماشي. تمام، مش عارفة إذا يا سمر اتأكدي لنا إذا ظهرت أو لا. تمام. تمام يا دكتور معتز، الآن إحنا لايف على صفحة الحاضنة وبتم تسجيل كمان اللقاء، فبإمكان حضرتك تكمل. اوكي طيب، في الاجنده في البدايه احنا راح نعطي تعريف مبسط، او راح نحكي عن الذكاء الاصطناعي كتعريف مبسط. كذلك راح نحكي عن شو هي مجالات الذكاء الاصطناعي. كذلك راح نحكي عن الماشين ليرنينج او تعليم الاله. كذلك نحكي عن البيانات الكبيرة. هاي كل المصطلحات إنه ضروري جداً إنه يكون في عنا الحد الأدنى من المعرفة، وإنه إحنا نقدر نفرق بين هاي الأنظمة. كذلك الكمبيوتر فيجن أو نظام الرؤية الحاسوبية، كذلك الأنظمة الخبيرة أو الإكسبرت سيستم. راح نتعرض لبعض المكتبات اللي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي في الشركات التقنية وشو بتستخدم هاي الشركات. كذلك راح نحكي على نماذج تعليم الآلة المدربة بشكل مسبق، واللي أنا ممكن أستخدمها في الشركة تبعتي أو في الشركة الناشئة تبعتي أو في الستارت اب تبعي. كذلك في عندي ممكن إنه يعني نحكي أو يعني نعمل سرد لبعض الخدمات السحابية اللي بتوفر خدمة الذكاء الاصطناعي، لأنه ممكن أنا أستخدمها بشكل جاهز، وممكن نحكي عن سلبيات وإيجابيات إنه أنا أستخدم شغلة مثل هيك. تمام؟ وكذلك ممكن نحكي على أفق أو آفاق الشركات الناشئة في البداية، إنه كيف ممكن إنه يكون عندي إنه يكون في عندي آفاق للشركة، وين أنا ممكن أتحرك، وين أنا ممكن أتجه. طيب خلينا نعرف الذكاء بعيدا عن انه خلينا من الذكاء الاصطناعي، خلينا من الاصطناعي الان بدنا نشوف الذكاء نفسه. شو هو تعريف الذكاء؟ في الحقيقه تعريف الذكاء يعني هو محل جدل، حتى تربويا انه احنا يكون في عندنا تعريف يعني انه يعني متفق عليه للذكاء، انه الموضوع محل جدل. لكن ممكن انه احنا يعني بدل ما انه احنا نحط تعريف فورمال زي هيك، انه نحكي انه الذكاء هو عباره عن كذا كذا كذا، لا، بدنا نحكي انه بعض المصطلحات نحاول انه احنا نعملها هايلايت في الذكاء. انه الذكاء يعني بخطر في بالي انه هي عمليه التفكير في حد ذاتها، انه شخص بفكر معنى ذلك انه هو ذكي. طبعا التفكير هذا مش راح يكون لشيء، راح يكون انه عشان انا احل مشاكل في النهايه. طبعا التفكير بتطلب تعلم ومعرفه وذاكره، هدول الثلاث شغلات. طبعا عشان انا يعني اقدر افكر لازم انه يكون في عندي القدره انه انا اتعلم شغلات جديده، وانه الشغلات هذه اللي انا تعلمتها بتشكل انا عندي قاعده معرفه ممكن استخدمها لحل مشاكل في المستقبل. وقاعده المعرفه هذه اكيد بطبيعه الحال بتحتاج لذاكره، انه انا اخزن في اللي فيها كل العناصر هاي، وانه اجري فيها كل العمليات هاي. ببساطه الذكاء هو القدره على التفكير، التعلم، اكتساب المعرفة والتذكر. وهذا الكلام
كله عشان يبدو أنه فصل من عند الدكتور معتز. تمام، يبدو أنه احنا فصل الاتصال مع الدكتور معتز، ممكن يشبك معنا سريعا. لحظة. تمام، نحن بنعتذر منكم، بس الدكتور معتز الآن راح يشبك مباشرة سريعا. تمام، طيب أنا هحاول أجاوب على الأسئلة اللي وصلتني على تشات عبال ما الدكتور معتز يشبك معانا. الآن إحنا في برنامج تكنوفيت في عنا 6 ورش تعريفية، نفذنا منها 5. الآن في عنا 6 برامج تدريبية متخصصة راح تكون لهذه الـ6 مجالات. أول تدريب متخصص راح ننفذه هو تدريب البلوك تشين، وراح يكون مع المهندس شريف صلاح، هو مختص في البلوك تشين، خبير مصري. الآن هذا التدريب أعلننا عنه الأسبوع اللي فات، راح ينتهي التسجيل يوم السبت الجاي يوم 27 يونيو. التدريب راح يبدأ مباشرة في 5 يوليو لعند 23 أغسطس. هذا التدريب مدته 35 ساعة تدريبية، حيكون متخصص ومتقدم في مجال البلوك تشين للمتدربين. نوعية المتدربين هي مفتوحة للكل، سواء كانوا طلبة أو خريجين أو حتى باحثين مهتمين في هذا المجال، مش إشكالية، الكل مفتوح لهم كلهم طالما موجودين في قطاع غزة. هذا التدريب في نهايته بهدف إنه يتم المتدربين هدول يعملوا أفكار ريادية، هذه الأفكار الريادية بتحل مشاكل باستخدام هذه التقنية اللي هي مثلا زي البلوك تشين أو الـ AI أو البيج داتا أو الإيوت أو الفينتك إلى آخره. في نهاية التدريب هذا الأفراد أو المتدربين اللي عندهم أفكار ريادية راح يتم اختيار اللي هي 6 أفكار، من 5 لـ6 أفكار ريادية. هذه الأفكار راح يتم تمويلها واحتضانها من قبل الحاضنة علشان تصير viable businesses. في كل ترند راح نختار حوالي 6 أفكار ريادية إنها للتمويل والاحتضان والتدريب وإلى آخره. تمام، فالآن هي هذه البيانات. مش عارفة إذا في أي أسئلة تانية بإمكانكم أن تكتبوا لي إياها على الشات. هاي الدكتور معتز معانا. دكتور هيك تمام، مسموع الصوت؟ نعم الصوت واضح. تمام، ممكن نعمل مرة تانية اوكي. طيب يعني كنا نحكي انه الذكاء انه هو القدرة على التفكير ولحل المشاكل. طبعا هذا التفكير بحتاج انه التعلم، والاشياء اللي انا بتعلمها بحتاج انه هذه بتتراكم انا عندي على شكل معرفة، والمعرفة هذه بتحتاج لذاكرة بحيث انه خزن فيها هاي المعرفة. وزي ما ذكرت انه الهيومن بينجز او البشر من اول ما نزلوا على الارض وهم في مشاكل، يعني problem solving.
فهذه هي الفكرة في الموضوع. طبعاً حل المشاكل إحنا عنا يعني ممكن أنه نوضح المفهوم الدقيق تبعه، أنه من لما أتعلم المشي في بداية حياتي وأتعلم الكلام لغاية لما أتعلم أنه أربط رباط البوت تبعي، لغاية لما أتعلم لغة جديدة وأتعلم معرفة جديدة وأنه أنا أستمر في الحياة بهاي الكيفية. طيب الآن يعني برضو هنا في مفهوم التعلم، ممكن أنه إحنا نحدد أنه اللي بيفصل بين الكمفورت زون والجروث زون هو عملية التعلم. في الكمفورت زون أنا بصراحة إنه بحب إن أنا يعني أكون مرتاح وآمن، ويعني إنه ما أبذلش أي جهد على الإطلاق، فبالتالي إنه يعني ما في أي تعلم على الإطلاق، ما في عندي الاستعداد إنه يكون عندي على التعلم على الإطلاق. أو ممكن يكون في إنه أنا أنتقل للزون الثانية أو المنطقة الثانية اللي هي منطقة الفير زون. في هاي المنطقة فعليا أنا بفتقر للكونفيدنس، يعني فعليا أنا بفتقر للكونفيدنس، وهذه المنطقة الفير زون، يعني بيكون في ما في عندي ثقة بمهاراتي، ما في عندي ثقة بنفسي، دائما بوجد أعذار ل يعني كل المشاكل اللي أنا موجود فيها مش أنا سببها، فيها مسببات تانية مش أنا السبب فيها، مش أنا المسؤول عنها. فهاي إنه هذه المنطقة هي منطقة الخوف، فبالتالي إنه برضو هذه تعتبر إن هي معوق من معوقات التعلم. ممكن ننتقل للمرحلة اللي بعدها اللي هي learning zone. هنا بيكون في عندي استعداد إنه أنا أتعلم وإنه أنا أخوض في 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 مناطق جديدة، وإنه أنا أكتسب معرفة جديدة، تمام، وإنه أنا أتعامل مع challenging أو challenges والproblem، أتعامل مع تحديات ومشاكل أحاول إنه أنا أحلها. طبعاً هاي الشغلات كلها إنه لغاية مرحلة معينة تفقد البريق تبعها، إلا إذا أنا أوجدت purpose وحطيت جول لإلي، تمام، بتجه هنا لهاي المرحلة اللي هي الجروث زون. طبعا هذا الكلام كله احنا بنحكي على موضوع التعلم، انه احنا بعبارة اخرى بدي احاول اوصل انه في عنا مستويات في التعلم. ممكن انا اتعلم شغلات بسيطة زي ما حكيت انه انا اقدر يعني افرق بين التفاحة والبرتقالة، هذا مستوى من الذكاء، إنه يكون في عندي فعلاً القدرة إنه أنا أفرق بين التفاحة والبرتقالة، وممكن تكون مفيدة جداً للماشينز إنه أنا أستخدمها في خطوط الإنتاج. لكن في عندي مشاكل أعقد تتطلب مستوى أعلى من الذكاء، تمام، والماشينز في عندها محدودية في هذا الإطار يعني لغاية الآن يعني. وهذا الكلام إحنا حنحكي عليه في موضوع state of the art، يعني أحدث ما توصل إليه العلم في موضوع الذكاء الاصطناعي. ما بعرف بخصوص الأسئلة، يعني إنه نأخذها أونلاين ولا إنه بعد ما خلص ال presentation؟ هو ممكن يا دكتور بعد إذنك الأسئلة، إذا في أسئلة خلاله أنت حضرتك بتحكي إنه تنكتب على الشات. ممتاز. تابع بتجاوب، وبالآخر بآخر ال presentation حنفتح مجال للأسئلة. أوكي ممتاز. طيب بعد ما إحنا عرفنا الذكاء في حد ذاته، بدنا نيجي لموضوع الذكاء الاصطناعي. ففعلياً الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن فرع من فروع علوم الحاسوب. علوم الحاسوب في أفرع كثيرة، في شبكات، في نظم تشغيل، في قواعد بيانات، في برمجة، وفي فرع متعلق بالذكاء الاصطناعي. طبعاً الوظيفة تبعته إنه إحنا بدنا نحاول إنه إحنا نمكن الحاسوب إنه يعمل يقوم بمهام بتطلب ذكاء. طبعا ذكاء يعني بتشمل شغلتين، انه انا بدي اياه انه هو يحل لي مشاكل، ممكن انه يكون الحاسوب اسرع مني في حل المشاكل لانه سرعته في البحث اسرع بكتير،
تمام، او ممكن انه نتجه باتجاه الاوتوميشن، انه نعمل اوتوميشن لبعض التاسك اللي موجوده عندي، او بعباره اخرى او بعباره ابسط انه احنا بدنا نخلي الحاسوب انه هو يفكر ويتعلم. طبعا التعلم، مفهوم تعلم انه نخلي الحاسوب انه هو يتعلم، احنا بنتعلم من التجارب تبعتنا ومن الممارسة احنا عنا في الحياة، لكن الحاسوب فعليا بيتعلم من 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 بيانات. انا بدي اديله اكزامبلز، الاكزامبلز هذه بتكون انه من داتا موجودة انا عندي، والداتا صارت موجودة في المرحلة هذه موجودة وبغزارة وبوفرة كمان، حتى اصغر الشركات الناشئة بفضل التقنيات الموجودة حاليا وعلى رأسها الايوت الانترنت اوف ثينجز، صار انا عندي جنريشن لهيوج داتا ممكن انا استغلها واخلي انه هاي استفيد من هاي البيانات انه اخلي الحاسوب انه هو يتعلم منها. تمام. طبعا الارتفيشال انتليجنس تكنيكالي فنيا بيشمل تحتي بعض المصطلحات زي مثلا الماشين ليرنينج هو الاساس، تمام، كذلك النيورال نتوركس، الكمبيوتر فيجن، تمام، والناتشورال لانجويج بروسيسنج، هذه كلها فروع من الارتفيشال انتليجنس. يبقى الارتفيشال انتليجنس في حد ذاته هو فرع من علم الحاسوب، والارتفيشال انتليجنس بيجي تحتيه عده افرع اللي هي الكمبيوتر فيجن، نيورال نتوركس، ماشين ليرنينج، ناتشورال لانجويج بروسيسنج، وديب ليرنينج اللي احنا برضه حنتعرض لها بشكل مبسط الان. تمام. طيب الآن بدنا نيجي لأنواع الارتفيشال انتليجنس عشان إحنا نعرف إحنا وين موجودين. أنا في عندي ثلاث مراحل للـ AI. المرحلة الأولى اللي هي الماشين ليرنينج، تمام؟ وهاي المرحلة إنه ممكن إنه الحاسوب إنه هو يكون متخصص في one area بيتقدم فيها، تمام، وبحل مشكلة واحدة. هذا بنسميه مرحلة أو المرحلة الأولى مرحلة الماشين ليرنينج، تمام. زي إيش مثلا؟ أنا في عندي تطبيقات already AI powered، يعني powered بال AI technology زي السيري والأليكسا والكورتانا والجوجل أسيستنت وكل هاي الأشياء، تمام. أنا عندي المرحلة الثانية، مرحلة الماشين انتليجنس. في هاي المجال إنه بيكون في عندي الماشين عندها القدرة على حل مشاكل في عدة مجالات، في عدة أريا، تمام. والمرحلة الثالثة اللي هي الماشين كونشسنس او وعي الماشين، درجه متقدمه من الذكاء، يعني بتتطلب انه يكون عند الماشين بالاضافه للذكاء بيكون في عندها وعي، انه هي في عندها كينونه وهي مدركه انه هي روبوت وانه عندها مشاعر واحاسيس وكل هذا الكلام، تمام. يبقى للتوضيح وللتبسيط أكثر، المرحلة الأولى مرحلة الماشين ليرنينج زي ما ذكرنا إنه أنا في عندي one problem one area بركز عليها، الماشين بتتفوق على البشر في هاي المرحلة لأنه فعليا الماشينز بتكون أسرع من البشر في هاي الأشياء. على سبيل المثال إيش المقصود في إنه يكون في عندي one area one problem؟ المثال يعني ممكن يكون انه انا اقدر اميز انه هذه اورنج او نوت اورنج. انا في عندي مصنع للعصير وبدي ادخل فيه الاي اي تكنولوجي، في انا عندي في خط الانتاج بمر البرتقال، الهدف في خط الانتاج انه اي ثمره موجوده غير البرتقال بدي استبعدها عشان ما يصيرش في انا عندي خليط غريب في 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 طعم عصير البرتقال. فبالتالي انا بدي اطور نموذج، ممكن أنا أحط عامل يعني human resources إنه هي تقف على خط الإنتاج وتضلها تطلع بعينيها وتشوف وين ما فيش برتقالة تروح إنه هي تستبعدها، بس هذا الكلام مش عملي جدا في massive production. بده يكون في عندي automation لهاي الشغلة، وبده يكون في عندي الماشين عندها القدرة أو مستوى من الذكاء بيقدر تميز إنه هذه orange not orange. في هاي الشغلة الماشين بتتفوق على البشر
من ناحية السرعة ومن ناحية التعرف على هاي على على إنه هذه برتقالة أو مش برتقالة. تمام؟ الستيج الثانية الماشين انتليجنس إنه لما يكون في عندي إنه الكمبيوتر ممكن إنه إحنا نعتبره سمارت as a human across the board. إنه فعلياً الماشين عندها قدرة على الذكاء أو عندها مستوى من الذكاء بيحاكي ذكاء الإنسان. إيش المقصود بهذا الكلام؟ لنفترض إنه أنا في عندي روبوت والروبوت بده يعمل two tasks في نفس الوقت، مهمتين. لاحظوا إنه المرحلة الأولى بس بسوي task واحدة، أنا بتعرف أورانج نت أورانج. المرحلة الثانية بدي أعمل two tasks أو أكثر. فالروبوت هذا الوظيفة تبعته إنه هو يمشي وفي نفس الوقت إنه إنه هو يحكي مع حدا معين. فبالتالي بده يكون في عنده القدرة على التعرف على الكلام، هذه task. بده يكون عنده القدرة إنه هو يفهم هذا الكلام، يفهم السيمانتك، هذه التاسك الثانية. وبده يكون عنده القدرة إنه هو يتحرك، والحركة هذا في حد ذاته موضوع تاني خالص. ليش؟ لأنه هو بده يتحرك، بده يكون في عنده نظام رؤية computer vision، بده يتعرف إنه في أمامه object يفترض إنه هو يحول مساره ويتجه باتجاه ثاني. تمام؟ فببساطة شديدة جداً جداً إنه الماشين انتليجنس هي المرحلة اللي بيكون فيها الماشين في عندها ذكاء في أكثر من مجال وفي أكثر من إطار في نفس الوقت في نفس الماشين نفسها. وفعلياً هاي لسه ما وصلناش لمرحلة متقدم فيها. ليش؟ لأنه التعامل مع هاي الشغلات إنه مع بعض الانتجريشن بيناتها في صعوبة. في إحنا وصلنا لحد معين زي ما حنشوف في الروبوت صوفيا، تمام؟ ولكن لسه ما زالت الطريق بعيدة. المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأصعب في الاي اي إنه الروبوتس هدول يكون في عندهم وعي، وإنهم في مرحلة ما إنهم يدركوا إنه هدول البشر بيحاولوا إنهم يستغلوا الروبوتس هدول ويتحدوا مع بعض ويتفقوا علينا. هذه مرحلة متقدمة إنه يكون في عندهم وعي ومعرفة وإدراك، وممكن إنهم يكونوا مجتمع ويحكوا مع بعض ويتفاهموا مع بعض. فهذه مرحلة متقدمة ومخيفة في الذكاء الاصطناعي، إنه يكون في عند في وعي موجود عند الماشينز. طيب الآن بخصوص الكمبيوتر فيجن، عشان نوضح الأمور، أنا ذكرته أكثر من مرة هنا إنه ذكرته إنه هو عبارة عن فرع من الماشين ليرنينج، وكذلك ذكرت إنه الروبوت عشان يتحرك بيحتاج لنظام رؤية لكمبيوتر فيجن. كمبيوتر فيجن لازم يكون عند الكمبيوتر سنسور، عند الماشين سنسورز وكاميرات، تمام؟ وبده يصير في تحليل للصور للفيديوز هذه اللي بتجي له في الريال تايم، وبده يصير تعرف على الأوبجيكتس الموجود فيها. يعني واحد من الأمثلة اللي موجود أنا عندي إنه أنا بدي أتعرف على الأشخاص هدول وبدي أحدد إيش الإيموشن تبعتهم، إنه هذا على سبيل المثال happy، تمام؟ هذا happy، هذا neutral، أو هذا الشخص neutral بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي لو أنا بدي أستخدم هذا الكمبيوتر فيجن في 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 نظام السيلف درايفنج كارز أو سيارات ذاتية القيادة، بده يكون عندي السيارة القدرة إنه هي تتعرف إنه أمامها شاحنة أو أمامها حافلة أو أمامها سيارة أو هذا عبارة عن ممر للمشاة يفترض إنه هي تتوقف، هذه ترافيك لايت. فهاي الشغلات مهمة جدا بالنسبة للتطبيقات الحالية في الذكاء الاصطناعي، سواء كانت روبوتس أو سواء كانت سيلف درايفنج كارز أو حتى كانت درونز، أنا ممكن أستخدمها في الجو إنه هي تقوم بتاسك معينة. البيانات الضخمة، طبعاً المصطلحات الموجودة في الـ AI مصطلحات كثيرة، وأنا بحاول اليوم إنه أنا أبسطها قدر الإمكان ونقدر إنه إحنا نفرق بيناتها قدر الإمكان. في ناس بتعتقد إنه الـ AI هو الـ Big Data، هو الـ Machine Learning، هو الـ Data Science، كلهم هدول عبارة عن موضوع واحد، وهذا الكلام مش صحيح.
يبقى احنا اتفقنا لغايه الان انه الاي اي فرع من علوم الحاسوب والماشين ليرنينج فرع من الاي اي، لانه الماشين ليرنينج في انا عندي افرع ثانيه غير الماشين ليرنينج، في عندي الناتشورال لانجويج بروسيسنج، في عندي الكمبيوتر فيجن زي ما ضربنا عليه مثال الان. فالماشين ليرنينج فيها افرع كثيره. اما بالنسبه للبيانات الضخمه، ملخص الموضوع او مفهوم البيانات الضخمه بشكل مبسط جدا جدا هو انه انا في عندي التريفيز اوف بيج داتا. الخصائص تبعت الداتا هذه انه لازم انه يعني البيانات هذه لازم انه يكون في عندها تريفيز عشان اقدر اقول انه هذه بيج داتا فعلا، لانه هذا الكلام ممكن يكون مش صحيح. انا في عندي داتابيز عاديه ترانزاكشنال داتابيز والعدد السجلات فيها بالمليونز وما فيها مشكلة خالص، يعني هل نقدر نقول على الداتابيز هذه إنه هي بيج داتا؟ لا بطبيعة الحال. فإيش هي الفيز تبعت البيج داتا؟ طبعا أول في أنا عندي هنا الفوليوم، يعني مش ظاهرة في السلايد وعذرا على ذلك، تمام. وفي أنا عندي الفارياتي وفي عندي الفيلوسيتي. الفوليوم حجم البيانات، أحجام البيانات أنا عندي بتكون بالتيرا بايتس، ومش بس عبارة عن جداول، عبارة عن ريكوردز، ترانزاكشنز، فايلز، تيبلز، تمام؟ أما من ناحية التنوع، إن البيانات هذه مجمعة من مصادر متنوعة، يعني على سبيل المثال أنا عندي متجر، أنا شركة ناشئة وعندي متجر، فممكن يكون أنا عندي في البيانات عبارة عن الترانزاكشن تبع الأوردر تبع الكاستمر اللي عمله الكاستمر إنه هو اشترى شيء معين من المتجر تبعي. فهذه البيانات هي عبارة عن structured data، ممكن أنا أجيبها من الداتابيز. كذلك أنا عندي unstructured data متعلقة برضو بالكاستمر غير البروفايل، وكذلك بطبيعة الحال يعني أنا في عندي الترانزاكشن تبع الأوردر بالإضافة للبروفايل تبعه. كذلك في عندي شغلات تانية بتكون متعلقة بالمراسلات اللي هو رسلها للشركة، يعني للمتجر يمكن هو بعت إيميلات بيستفسر عن شغلات معينة أو أنه عمل اتصال مكالمة هاتفية مع الشركة. فهذه كلها بيانات لازم أنه يتم الاحتفاظ فيها، وهذه البيانات أنه ممكن نحن نعتبرها أنه هي unstructured data اللي هي المراسلات الخاصة بهذا الكاستمر، تمام، والمكالمات الهاتفية تبعته، وكل هاي الأشياء بتكون مجمعة. فبالتالي أنا محتاج إنه أنا أجمع في البيج داتا فريمورك اللي أنا بشتغل عليه هاي البيانات كلها من عدة مصادر، تمام، وفي تنوع في المصادر هذه. كذلك التنوع بيشمل إنه مثلا على سبيل المثال إنه الديت فورمات الموجود في الأوردرز تبعت الكاستمر غير الديت فورمات اللي موجود في المراسلات تبعت البريد الإلكتروني، فبالتالي بده يكون عندي القدرة كذلك للتعامل مع هاي الشغلات. إيش الخاصية الثالثة؟ الخاصية الثالثة اللي هي الفيلوسيتي، السرعة، التسارع، بالأحرى التسارع هو في توليد البيانات. معنى ذلك إنه أنا السرعة توليد البيانات أو حجم توليد البيانات مش كونستانت، متزايد باستمرار. حجم البيانات اللي أنا ولدتها اليوم إنه اللي عندي في الشركة، تمام، راح تكون أضعاف مضاعفة بكرة، وراح تكون أضعاف عشرات المرات بعد بكرة وهكذا. وهذا كله بفضل الـ IoTs أو الـ Internet of Things، إنه صار في عندي كاميرات وصار في عندي سينسورز أو وايرلس سينسورز موجودة في عدة أماكن بتلتقط هذه كلها بيانات وبتم تسجيلها، والبيانات هذه عمالها بتتزايد وبتتسارع في توليدها بشكل مستمر. طبعاً عشان إنه أنا أقدر أتعامل مع البيانات الضخمة بحتاج لفريموركس، الفريموركس هذه مثل الأباتشي سبارك والأباتشي هادوب. هدول الفريموركس بتمكنني إنه أنا أتعامل مع بيانات من هاي المواصفات اللي بتتمتع بالثلاثة فيز. أوكي؟ هذا باختصار مفهوم البيانات الضخمة. في له علاقة بالاي اي؟ بالطبع له علاقة بالاي اي بطبيعة الحال. الاي اي والماشين ليرنينج انه زي ما حكينا انه الاساس تبعها انه هي بتحتاج بيانات عشان تتعلم، تمام؟
تحتاج examples إنه هي تتعلم. فبالتالي هاي البيانات مفيدة جدا للـ AI، ممكن أبني عليها AI models. في مفهوم ظهر حديثا متعلق بالماشين أو الديب ليرنينج، تمام؟ والفكرة تبعته بشكل مبسط إنه أنا عندي هنا الكلاسيكال ماشين ليرنينج والديب ليرنينج. لو كان في عندي هنا بلوت بين حجم البيانات الأمال داتا بالإضافة للبرفورس، إنه الكلاسيكال ماشين ليرنينج هذا الكلام إنه ممكن نحطه كتايم لاين لغاية 2010 بزيادة البيانات بطل في عندي تحسن في أداء الماشين ليرنينج الجوريثمز التقليدية الكلاسيكال. فبالتالي زيادة البيانات عديم الفائدة أو ملوش معنى. عشان هيك صار في توجه لمفهوم جديد اسمه Deep Learning. في هذه الحالة بيكون في أنا عندي Neural Network، هي باختصار هي عبارة عن Neural Network حجمها أكبر وعندها القدرة أنه هي تتعلم بشكل أكبر. فبالتالي مع زيادة البيانات بتحسن أدائها باستمرار، وهذا اللي احنا بدنا إياه. لأنه أنا في ظل عندي أنا عندي الشركات اللي بتولد بيانات بشكل كبير، وفي ظل الأيوت والبيج ديتا صارت البيانات متوفرة بشكل هائل. إحنا الآن في 2020، فبالتالي الحاجة للديب ليرنينج ما زالت مستمرة في هذا الإطار، تمام؟ هذه شغلة. الشغلة الثانية اللي موجودة كذلك في الماشين ليرنينج او الديب ليرنينج مقابل الكلاسيكال ماشين ليرنينج بشكل مبسط شديد جدا، انه على سبيل المثال لو كان في عندي ايمج هنا كانبوت، بحتاج لهيومن اكسبرت انه يعمل فيتشر اكستراكشن قبل ما يمررها للكلاسيفاير، عشان انه هو نقدر نتعرف انه هذه كار او نوت كار. فبالتالي هنا في عندي في المرحله هذه هيومن ايفورت، هذا في الكلاسيكال ماشين ليرنينج. أما في الديب ليرنينج الميزة في الموضوع إنه الفيتشر إكستراكشن مع الكلاسيفيكيشن بيكون جوا الموديل نفسه، أو بمعنى مبسط جدا إنه هو لحاله بتعلم إيش هي الفيتشرز اللي ممكن تكون مفيدة ولحاله بروح بتعلم عليها. معنى ذلك إنه هو صار يعتمد على نفسه أكثر في التعلم. وهذا كذلك مجال آخر أنا عندي الـ reinforcement learning. أنا عندي من أصعب الألعاب اللي موجودة واللي بتتطلب قدر عالي من الذكاء، معظم البشر أو نسبة كبيرة من البشر ما بيقدروا أنه هم يحلوا هذه الألعاب. صار عند الحاسوب القدرة أنه هو يتعلمها لوحده ويقدر أنه هو يتفوق عليها، فهذا شيء مخيف جدا. طيب حالة الذكاء الاصطناعي الـ state of the art للـ AI، فعلياً في الـ state of the art للـ AI أنا في عندي المدونة هاي فينا عندي الرابط هذا بحكي فيه على الـ State of the Art للـ AI في 2019 و2020. طبعا في هذا الفيديو أنا بخمن أنه أنتم معظمكم تعرفتوا أنه مين هو هذا الشخص، ميسي، تمام؟ هو بحاول أنه يقارن الأداء تبع ميسي بالأداء تبع روبوت، بيكون الهدف المطلوب بين الاثنين انه يسجلوا هدف. فممكن انه انتم بشكل سريع انه كرة القدم شيء سهل خالص انه هو يجتاز كل المدافعين هدول ويحط الكرة في المرمى، بينما هذا الشيء بالغ صعوبة للروبوت لانه بتطلب منه عدة انظمة. نرجع لموضوع الماشين انتليجنس، المستويات، انه هذا ما بيقوم بتاسك واحدة، بيقوم بعدة تاسك.
انه الهدف انه هو بده يصوب على المرمى، والهدف انه بده يحتفظ بالكوره، وكذلك بده انه هو يتنقل. فبالتالي في عنده عده انظمه، الكمبيوتر فيجن ونظام الحركه، وكل هاي الاشياء بدها تتفاعل مع بعض، فعشان هيك اداؤه جدا لا يقارن بلاعب كره قدم محترف. كذلك صوفيا، اكيد سمعتوا على هذا الروبوت. فعليا انه الروبوت هذا تم تطويره من في شركه في الهونغ كونغ، ووصل لمرحله كتير متقدمه من ناحيه الذكاء الاصطناعي. وهي الروبوت اللي حكت انه اوكي اي ويل ديستروي هيومنز، لانه احنا بدنا ننتقل لمرحله انه هل الروبوت فعلا بيفهم السيمانتيك تبع الكلام تبعنا. وهذا الشيء يعني كتير كتير مهم، لأنه إحنا ممكن نستخدم يعني على سبيل المثال الساركازم عنا، أو الاستهزاء أو السخرية. ممكن أنا أستخدم تعابير معينة، والتعابير هذه تكون في يعني في 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 بالظاهر فيها إنه هي بوزيتيف، لكن أنا بقصد فيها شيء نيجاتيف. فهذه صعب على الماشينز انه هي تتعرف عليها. يعني على سبيل المثال، لو انا حكيت مثلا انه انت لو عملت فوضى تاني انا بدي اكسرك تكسير، احنا ممكن نستخدم هاي الشغله احنا في تعبير بشكل اعتيادي. فالشخص اللي امامنا بيفهم هذا الكلام انه على اساس انه هو تهديد، وبفهم انه لو سمحت تعملش فوضى تاني. يعني هذا التفسير المهذب تبعها. لكن الروبوتس ممكن تفسر هذا الكلام ليترالي حرفيا، وممكن انه هو فعلا انه هو بياخدها قاعدة عنده انه الشخص هذا اذا عمل فوضى تاني انا بدي اكسره فعلا، بدي اضربه فعلا. فبالتالي هنا هذا اللي صار انه اوكي اي ويل ديستروي هيومن، في حوار من حوارات أحد المراجعين مع الروبوت صوفيا. طبعاً هتلاقوا في الرابط إنه هذه في أنا عندي انترفيو، تمام؟ ونص الانترفيو كله موجود. طبعاً نص الانترفيو هو هنا بحاول إنه هو يختبر مقدار الذكاء تبعها، إنه هل هي فعلاً عندها مستوى عالي من الذكاء. فبعطيها tricky questions، بيديها tricky questions. نيجي الآن للارتيفيشال انتليجنس اللي هي الماشين ليرنينج، المرحلة الأولى. إنه أنا عندي هذا الروبوت، والروبوت هذا زي ما شفنا أو إنه ممكن تكون يقوم بوظيفة واحدة وهي وظيفة التنظيف، وهذا الروبوت بتفوق على البشر في هذا الإطار، تمام؟ هذا الروبوت ممكن إنه إحنا نشغله في خط الإنتاج، والوظيفة تبعته إنه يلتقط حبة واحدة، تمام؟ من الفليفلة ويحطها في الصحن أنا عندي هنا بشكل مرتب، تمام؟ في كذلك هتلاقوا رابط هنا في مراجعة على الجوجل أسيستنت بالعربي. والجوجل أسيستنت هنا أنا بحاول إن أنا أسأله بعض الأسئلة، والأسئلة اللي أنا عملتها أو اللي سألته للجوجل أسيستنت فيها tricky question، عشان أقدر أحدد فعلاً هو قديش مستوى الذكاء اللي موجود عنده. فهذا الفيديو أنتم ممكن تطلعوا عليها وتشوفوا يعني حالة state of the art اللي موجودة عنا. ممكن أن أنا أديكم رابط لتطبيق، يعني هنا كذلك هتلاقوا أنه مجموعة من تطبيقات الموبايل applications اللي بتستخدم الـ AI، معظمها personal أو مساعد رقمي digital assistance. لكن في تطبيق أنا استخدمته شخصيا اسمه إلسا، والإلسا هو عبارة عن توتر، English توتر. توتر يعني مدرس خصوصي. المدرس الخصوصي مش المفهوم النيجاتيف اللي موجود عندنا أكيد بطبيعة الحال. المدرس الخصوصي الوظيفة تبعته إنه هو يدرس الطالب بطريقة تتناسب مع مستوى استيعابه وفهمه،
تمام؟ فبالتالي ممكن يكون في عندي شخص في عنده على سبيل المثال إعاقة معينة، تمام؟ وبيتطلب طريقة معينة في التدريس، فهذا بيتطلب مدرس خصوصي، توتر. ما بينفع إنه أدرسه من خلال تيتشر، مدرس، إنه يكون جالس بين زملائه. فأنا بشرح المثال، بشرح المثال للجميع، فبالتالي هو بيكون من الصعب عليه إنه هو يستوعب هذا المثال اللي أنا بشرحه بشكل عام. لا، لازم المثال هذا أقرب له إياه وأدي له، أعمل له أنولوجي، أقرب له إياه بحيث إنه هو يقدر يفهمه. فبالتالي إنه يكون في عندي تيتشر لكل طالب، هذا في تحدي بشكل كبير، لأنه بيغير أو بيعمل adaptation لطريقة التدريس بناء على أدائه في حل المسائل. فالإنجليش توتر هذا فعلياً إنه بقدر إنه أنا أتحاور معه، وبيقدر يحكي لي إنه أنت الجرامر تبعك مزبوط ولا مش مزبوط، أنت الفوكابلري تبعك فيه مشكلة، أنت الأكسنت تبعتك قديش المستوى تبع هذا الكلام كله بسكور. بالإضافة لذلك والأكثر من ذلك، إنه بيطلع على خارج الحروف. يعني على سبيل المثال ممكن يحكي لي إنه أنا عندي البي ولا بي مضروبة ولا ثا مضروبة في الإنجليش، فبالتالي من خارج الحروف أنا عندي بيحكي لي إنه إيش هي الفاولز أو إيش هي الساونز اللي أنا بتكون في عندي فيها إشكالية، بحيث إنه أنا أتدرب عليها. من الصعب جدا إنه أنا ألاقي مدرس لغة إنجليزية وأكون أنا جالس بين الطلاب كلهم وهو بيشرح بشكل عام ويحكي لي أنت يا معتز عندك مشكلة في حرف كذا أو في الصوت كذا، فبالتالي أنت لازم تتدرب عليه، إلا إذا كان مدرس خصوصي. فبالتالي هاي الشغلات إنه الـ AI فعلياً ممكن إنه نقول لكل طالب مدرس بفضل هاي الشغلة، تمام؟ طبعاً الفيس آب أعتقد إنه مر على معظمكم. هذا التطبيق بيستخدم يعني تقنية الذكاء الاصطناعي، وهنا بندخل في 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 الديب فيك او الديب او الفيك فيديوز، انه بيتم توليد فيديوز باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يعني الموضوع مش محتاج، بس مجرد انه صورة للشخص هذا من عدة زوايا، وبقدر اعمل جينيريشن لفيديو للشخص هذا وهو بيحكي وبيشرح زي ما انا بحكي فعليا، ليترالي حرفيا انا بحكي. وفي المقابل التقنيات أو الخوارزميات عشان تستكشف هدول الفيديوز بتواجه تحدي فعلاً، لأنه التاسك هاي يعني تعتبر أنه صعبة بمستوى كبير جداً، تمام؟ أوكي، هذا بس عشان إجمالاً للموضوع. احنا حكينا أنه Artificial Intelligence في فرع منه Machine Learning، فينا عندي النيورال نتورك، فينا بالمناسبة موضوع النيورال نتوركس، فعليا البشر لما حاولوا انه هم يصنعوا او يمكنوا او يدوا الماشين انتليجنس، انه فكروا ايش يعني الذكاء وين موجود؟ موجود في دماغ الانسان. فعلى هذا الاساس حكوا انه اوكي، طب بدنا نعمل موديل بيحاكي دماغ الانسان او الشبكات البيولوجيه العصبيه اللي موجوده في دماغ الانسان، وسموها artificial neural networks، شبكات اصطناعيه. فالشبكات الاصطناعيه هي فعلا مستوحاه من دماغ الانسان عشان تحاول انه هي تحاكي الذكاء. طبعا هذا تلخيص للموضوع، انه احنا حكينا انه انا في عندي الكلاسيكال ماشين ليرنينج والديب ليرنينج، اوريدي حكينا الفروقات بيناتهم، تمام. في انا عندي ميثودز متعلقه بالانسمبل ميثودز، انه فعليا انا بحاول انه انا ادمج اكثر من تكنيك في الاي اي عشان احل بروبلم معينه، تمام. وعندي reinforcement learning او التعليم بالاجبار. في هاي الحاله انه انا لو اجيت سالت السؤال، طب ماشي اوكي انا في عندي تكنيكس كثيره في الاي اي، اي واحده استخدم؟ ممكن استخدم الكلاسيكال ماشين ليرنينج لما يكون في عندي سمبل داتا والفيتشرز كلير.
ممكن استخدم الانسمبلز لما انا بدي احاول انه انا احسن اداء موديل معين، والموديل هذا بيحتاج ل يعني شغلات متقدمه. طبعا الديب ليرنينج لما يكون عندي كميه الداتا وان كلير فيتشر، فبالتالي بنرمي هذه كلها الحمل كله على 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 الديب ليرنينج ولوحده انه هو بيتعلم هاي الاشياء. طبعا هنا في عندي لما ما يكونش في عندي بيانات على الاطلاق بروح باتجاه الريينفورسمنت ليرنينج. طبعا هذا الكلام مهم جدا انه يعني انا لو كشركه ناشئه في اي اتجاه بدي اروح في الاي اي، طبعا هذا الكلام بيعتمد على وضعي، هل انا في عندي بيانات ما عنديش بيانات، هل انا في عندي البيانات اللي موجوده عندي واضحه ولا معقده، فبالتالي هذه الخريطه بتحدد لي في اي اتجاه انا بدي اروح في الاي اي واتعلم عليه واقرا عليه اكثر. اكيد بطبيعه الحال لازم يكون في عندي الحد الادنى من المعرفه عشان انه اقدر انه انا اعمل ادفانسمنت في هذا الموضوع. طبعا المكتبات اللي موجوده انا عندي، يعني المكتبه المشهوره في الكلاسيكال ماشين ليرنينج سايكت ليرن تستخدم لغه البايثون. لغه البايثون ولغه الار هي من اوسع اللغات المستخدمه حاليا في مجال الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج. وكذلك انا في عندي مكتبات لتعليم الاله من جوجل ومن فيسبوك، التنسور فلو من جوجل تقف وراءها والبايتورش من فيسبوك. وهذا الكلام انا يعني حوضحه الان، يعني حورجيكم الاي اي بيج لشركه فيسبوك وشركه جوجل ايش انا ممكن اسوي فيها. بالمناسبه هاي المكتبات كلها مفتوحه المصدر وممكن استخدم الريسورسز تبعها فور فري، واقدر انه انا اطور واستثمر فيها بشكل كبير جدا. تمام، هذه صفحه الاي اي تبعت الفيسبوك وهذه صفحه الاي اي تبعت جوجل. طبعا هذه من الشركات التقنيه الرائده اللي بتفتح او بتعمل اوبن سورس للتقنيات الاي اي اللي موجوده عندها. في شركات كثيره عندها اي اي بس بتضلها انه هي كلوزد، هذه من اكثر الشركات اللي بتفتح تقنيات الاي اي اللي موجوده عندها. يعني على سبيل المثال اوكي ممكن انه ابحث عليها مباشره هنا اي اي فيسبوك. فيسبوك ارتفيشال انتليجنس فيها العديد من المكتبات والمصادر اللي أنا ممكن أستخدمها. ML Application Computer Vision، طبعا هذا الكلام في الكمبيوتر فيجن، والكمبيوتر فيجن أنه already حكينا عنه. كذلك من الترند اللي موجود حاليا اللي هو الريسيرش والماشين ليرنينج أبليكيشن في مجال الكوفيد 19. طبعا في الكوفيد 19 أنا ممكن يكون في عندي عدة اتجاهات، أنا ممكن أستخدم الـ AI في المساعدة في إيجاد لقاح لهذا الفيروس، وكذلك ممكن استخدمها في انه في تحليل بيانات الاشخاص واقدر احكي انه هذا الشخص محتمل انه هو يكون حامل للمرض، فبالتالي باخذ اجراء بشكل مسبق انه انا اعمل له حجر. طبعا هذا الكلام بيعتمد على بيانات كثيره وبيعتمد على الانترنت اوف ثينجز والبيانات الموجوده في السمارت فون اللي موجود عندي. تمام، فكل الأدوات هذه عبارة عن open source tools ممكن إنه أستفيد منها على مستوى الشركات. هي مقسمة، بروح هنا على tools، أنا عندي frameworks and tools، وفي أنا عندي هنا models و library، وهذا الكلام اللي احنا بدنا 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 models الجاهزة
على سبيل المثال هذه شغلة كتير مهمة إنه ملفتة للانتباه إنه أنا ممكن أستخدمها في الشركات الناشئة، إنه البري ميد موديل أو المودلز اللي جاهزة، لأنه فعليا أنا في الشركات الناشئة أنا بدي أتحرك بشكل سريع، وإنه أنا بدي أركب مودلز على بعض وأجرب إنه هل هذا الإشي مجدي بالنسبة لي ولا لا، أحسن ما إنه أنا أطور نظام من الصفر، لأنه تطوير من النظام من الصفر ممكن يأخذ معي وقت. عدا عن ذلك إنه المودلز اللي بتبنيها هذه الشركات بالكمبيوتيشنال باور اللي موجودة عندها، إنه ممكن يكون في عندي نظام للكمبيوتر فيجن مدرب على مليون صورة، أنا كفرد بقدرش إنه بالكمبيوتيشنال باور الموجودة عندي بقدرش إنه أنا أبني موديل زي هيك، فبالتالي ممكن أستفيد من المودلز اللي موجودة تبع فيسبوك أو جوجل في هذا الإطار. فبالتالي هنا مثلاً BY Text هذه كلها إنه هذه عبارة عن Deep Learning Library متخصصة بالNatural Language Processing Translate، بتركز في مجال الترجمة، تمام؟ أما بخصوص جوجل ممكن أعمل إكسبلور للتول اللي بتوفرها جوجل، أنا ممكن أستخدمها Tools for Everyone، It's open source, free, accessible. في عندي TensorFlow والكولابوريتي والجوجل open source، في كذلك الداتا سيتس مفتوحة، في كذلك أنا عندي Cloud AI، في عندي Machine Learning Models جاهزة أنا ممكن أستخدمها already مبنية وجاهزة، فبالتالي إنه أنا بس مجرد إنه مطلوب مني إنه أنا أعرف كيف أستخدمها، تمام؟ فهاي إنه ممكن يكون إنه يعني التدريب التقني إنه يكون متحرك بهذا الاتجاه، إنه أنت تحدد اتجاهاتك واحتياجاتك، إنه أنت تستخدم AI library أو service على الكلاود، أو إنه أنت تطورها بنفسك. نفس الوقت إنه أنت كشركة ستارت أب، تمام؟ يعني هاي الإشي أنا موجود أنا عندي للستارت أبس، كشركة ستارت أب مطلوب منك إنه أنت تعمل سكيل بسرعة، إنه أنت تكبر بسرعة، فممكن إيش يصير إنه أنت تعتمد على الـ AI الموجود على الكلاود مرحلياً، وجدت إنه الموضوع مجدي بالنسبة لإلك وبديت إنه أنت تكبر فعلاً، ساعتها بتفكر بشكل جدي إنه أنت تعمل هوست لبعض الـ AI سيرفيسز اللي أنت بتحتاجها فعلياً، لأنه الموضوع إنه أنت تضلك تحت رحمة شركات معينة في موضوع الـ AI هذا برضو موضوع كبير جداً. ليش؟ لأنه على سبيل المثال لو أنا مثلاً في نظام المراقبة الداخلي أنا عندي الكاميرات الموجودة أنا عندي في شركة معينة بدي أستخدم الـ Google AI، معنى ذلك إنه كل صوري داخل الشركة، كل الصور اللي بتعملها الكاميرات هذه كابتشر داخل الشركة خلاص بتصير انه هي ملك لجوجل، او جوجل انه هي بتحصل عليها بطريقه معينه، وهذا الشيء عند بعض الشركات غير مقبول جدا، بتحافظ على البرايفسي للبيانات تبعتها بشكل كبير، مش بس برايفسي لانه الكاميرات المراقبه اللي موجوده يعني ممكن انه يكون كاميرا المراقبه هذه في معمل والمعمل بيصير فيه انوفيشن معينه، فبالتالي ممكن حتى الشركات المنافسه انه تحصل على الموضوع هذا من هذا القبيل، فبالتالي هي اللي بيمنع إنه أنت تستخدم الـ AI Cloud، وإنه أنت فعلاً لازم تعتمد على نفسك في هذا الإطار وتبني الـ AI فيك الخاص فيك في الشركة. فعشان هيك إنه ما حدا يحكي إنه أنا والله فرصتي في الـ AI ما عنديش فرصة، ليش؟ لأنه كل شيء انبنى. نرجع لموضوع مثال تاني اللي هو الماشين ترانسليشن. الماشين ترانسليشن أنت بتلاقي إنه العديد من الشركات إنه محتاجة خدمة ترجمة آلية، تمام؟ وممكن انه هي تستعين بجوجل ترانسليت او حتى الترانسليشن تبع فيسبوك، لكن هل هذا حل على المدى البعيد انه لصالح الشركه؟ لا بطبيعه الحال، لانه انت اللي بدك تترجمه راح تبعت رسائل يعني عباره عن نصوص البريد الالكتروني تبعك،
تمام، والمراسلات الداخليه تبعتك اللي في الشركه، انه انت مثلا انه انت بتروح تبعتها لجوجل او فيسبوك عشان تترجم وترجم، فبالتالي كل بياناتك صارت مكشوفه. فبالتالي اغلب الشركات، اي نعم فينا عندي كلاود سيرفيسز متقدمه وقد تكون مجانيه في بعض الاحيان، ولكن هذا مش خيار جذاب للشركات. لكن كستارت اب ممكن انت تتحرك بهذا الاتجاه لغايه لما انه انت تكبر وتقدر تقف على رجليك، او تقدر تعمل المينيموم فايبل برودكت اللي ذكرته استاذ عزه في البدايه، وتقدر تقف على رجليك ساعتها انه انت بتفكر انه انت تعمل اي اي تكنولوجي خاصه فيك في الشركه. تمام، ليبري تريند موديل زي ما حكينا انه هذه ما فيش فيها إشكالية أن أنا أستخدمها. ليش؟ لأنه هي أصلاً open source و free وبتشتغل offline، فبالتالي ما فيش خوف من استخدامها على الإطلاق. في الأخير أنه أنا في عندي لستة من الـ AI services اللي أنا ممكن أستعين فيها كشركات ناشئة عشان أبدأ وأتحرك بسرعة. وإذا شفت الموضوع مجدي وصلت للمينيموم فايبل برودكت، ممكن انه انا ساعتها افكر انه انا اعمل هوست. من اكثر الشغلات اللي انا بدي اعمل لك عليها هايلايت اللي هو h20.ai open ai. تمام، وفي كذلك انا عندي ويب سايت ثاني نسيت ان انا احطه هنا، اسمه api.ai. راح تلاقي الدومين هذا موجود عندك على الانترنت بشكل كبير، والدومين هذا صار خاص بالشركات اللي بتقدم AI services، وانت كشركة startup ممكن تعتمد على هاي services somehow عشان انه انت يعني تعمل trigger للشركة تبعتك وتتحرك للأمام زي ما ذكرت. وفي النهاية انا شاكر جزيلا لكم على حسن استماعكم و إتاحة هذه الفرصة، وأنا جاهز في حال إنه أنتوا يعني إذا كان في عندكم أي تساؤلات. تمام، مشكور كتير كتير دكتور معتز على هذا اللقاء الرائع والورشة المفيدة كانت. إحنا الآن رح ناخد أسئلة، سواء حابين تكتبوها على الشات عندنا على منصة الزوم أو حابين تشاركوا بالصوت والصورة. كمان رح ناخد مشاركات من المتابعين لصفحة الحاضنة على الفيسبوك في حال وجود أي سؤال. تمام، احنا ممكن نلغي الشير يا دكتور بعد اذنك. اوكي، استاذ عبيد، استاذ هبه، استاذ مرام، الله يعافيكم. طيب تمام، هو ما وصل أي سؤال حتى الآن. تمام، على الشات ما في أي سؤال، مهم لحتى الآن ما وصل أي سؤال. طيب، بخصوص الأسئلة اللي وصلت على التدريب اللي راح يصير في الأيام الجاية، إحنا أعلننا عن تدريب واحد وهو تدريب البلوك تشين، وراح يعطيه مهندس شريف صلاح، هو خبير في البلوك تشين من مصر. ينتهي التسجيل في هذا التدريب في 27 يونيو، يعني يوم السبت الجاي. جميع الإعلانات إحنا بنعلن عنها من خلال صفحة الحاضن على الفيسبوك، فأي حدا مهتم في هذا التدريب ممكن يسجل من خلال الابليكيشن المعروض في الإعلان على المعروض على صفحة الفيسبوك. هذا التدريب وكل التدريبات اللي حتكون هي مجانية، متاحة لكل الطلبة، من لكل الطلبة سواء بمختلف المستويات أو الباحثين أو الخريجين، سواء كانوا من الجامعة الإسلامية أو أي جامعة تانية في غزة، المهم موجودين في قطاع غزة. آلية الاختيار ومعايير الاختيار لكل تدريب بتختلف عن التدريب الثاني، بالتالي ممكن أنا أحكي عن تدريب البلوك تشين إنه يكون معرفة موجود فيه عنده معرفة المتقدم في لغة الجافا. اثنين، إنه يكون في عنده فكرة ريادية ولو بسيطة ومبدئية تتعلق بحل المشكلة باستخدام تقنية البلوك تشين. هذه هي المعايير المبدئية بالإضافة إلى معايير أخرى، بس هذه هي المعايير الأساسية. تمام، هل ممكن يا دكتور الحصول على العرض التقديمي اللي هي الباوربوينت؟
أكيد بالطبع. ما فيش مشكلة. بالتالي إحنا ممكن نرسل البرزنتيشن هذا، ما في أي مشكلة. وكمان هذا الفيديو مسجل وما كمان موجود على صفحة الحاضنة لايف، بس برضو كمان بنبعته لكل المتقدمين. تمام، إحنا ممكن ننهي يا دكتور لأنه ما في أي أسئلة تانية. خليني أشكركم جميعا، لكل المتقدمين واللي موجودين معنا على منصة زوم واللي كمان تابعونا من خلال صفحة الحاضنة لايف. نشكر دكتور معتز جزيلا على هذه المحاضرة الرائعة، ونشكركم جميعا، وإن شاء الله بنشوفكم في ورش تعريفية تانية وفي التدريبات القادمة. ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم. عليكم السلام، الله يعطيك العافية.